إذن بعد الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي والتي أدت إلى انهياره، يبدو أن التنظيم لا يزال يحتفظ بالعديد من الخلايا النائمة التي قد تنفذ هجمات بين الحين والآخر في كل من سوريا والعراق، وهو ما أعلن عنها التنظيم في شريط فيديو نشره مؤخرا. إذن مشاهدين، توعد تنظيم داعش بتكثيف هجماته على التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وعلى القوات الكردية في سوريا. جاء ذلك في شريط فيديو بثه التنظيم على تطبيق تيليجرام، ليكون المقطع الثاني الذي ينشره التنظيم منذ هزيمته ميدانيا في مارس الماضي. وعلى الرغم من طرده من آخر معاقله في سوريا، احتفظ داعش الإرهابي بمجموعات من المقاتلين والخلايا النائمة. هذه المجموعات مشاهدينا تنتشر في عدد من مناطق البلاد. وشن داعش الإرهابي سلسلة هجمات كان آخرها تفجير سيارة مفخخة في القحطانية بمحافظة الحسكة بداية الشهر الحالي، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أشار إلى أن التنظيم يعاود الظهور في سوريا وأنه عزز من قدراته المسلحة في العراق. يأتي ذلك إذن بتزامن مع استكمال القوات الأمريكية انسحابها من سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتصار على التنظيم. الفيديو الذي بثه داعش سبقه فيديو آخر في شهر أبريل الماضي، ظهر فيه أبو بكر البغدادي بعد 5 سنوات من ظهوره الأول، حيث دعا أنصاره لمواصلة القتال والأخذ بالثأر.